الصخرية واللي هي الأحجار والكريستالات والصدف اللي بيكون متناثر في قاع البحر. فده اللي أنت بتشوفه لما أنت تبقى تحت المية قريب من القاع. This is a small piece. One of the things I work with is spirals. Spirals, everything begins with small energy, and then it goes round and round and round and round. We have spirals. بيشرح فكرة الطاقة اللي انتوا عارفينها من الفيزياء، النواة، المركز أي حاجة في الدنيا ليها نواة، ليها مركز اللي هو ده. تتشعب.